سوريا ايه اللي بيحصل فيها بالظبط؟ احنا الخبر لحم ودم في الاخر، يعني الخبر في الاخر بني ادم. انا مش عارف ابدا معاه الحوار ازاي، لانه البني ادم في اللحظه دي فقد كل عيلته. استاذ محمد شاوردي، مواطن سوري، البقاء لله يا محمد. حياك الله، البقاء لله، الحمد لله على كل حال. الحمد لله. قول لي انت موجود فين دلوقتي حالا يا محمد؟ أنا متواجد في مدينة سرمدة بشمال إدلب في شمال غرب سوريا على الحدود التركية. أنا ما سامعك. أعلم يعني. قول لي ظروف الزلزال مرت إزاي؟ أنت كنت في مكان وعيلتك كانت موجودة في مكان تاني، صحيح الكلام ده؟ تمام. أنا كنت في مدينة الدانة، بتبعد عن مدينة سرمدة بحدود 7 كيلومتر. استيقظت على الصوت المرعب جدا وعلى الهزة العنيفة كتير من الأرض. ركبت سيارتي وتوجهت على بيتي الأول. الطريق كان يعني بحدود يعني 10 دقائق بسرعة مجنونة جدا. وصلت، كانت المدينة يعني نوعا ما، يعني أنا وفايت يعني باتجاه بيتي، طرقات ما كان في هد كتير أو ما كان واضح هذا الوضع المأساوي جدا. لكن لما وصلت لشارع أو لحارتي، كانت الحارة كلها على الأرض. يعني أنا ابن الحارة وصاحب البيت أو صاحب بيت في بناء سكني، ما عرفت أول شيء أيه هو البناء اللي متواجدين فيه عائلتي. صعدت على الركام، يعني الطوابق الثلاثة صارت فوق بعضها تماما، عبارة عن كومي من الركام. صرت أنده على الأولاد، البنات، أولادي، عندي صبيين وتوأم بنات، أنده عليهم بأسمائهم، انده على جيراني، انده على امهم باسم صبا كان. فرد علي حدا باسمه، يعني انه ابصيح يا صبا، فردت يعني طبعا بصرخ بصوت عالي جدا. فلما وصلت لقريب لهي المراه، قام طلعت ضيفه عند الجيران اللي فوقنا، ما كانت هي يعني صبا زوجتي اللي كانت عم بترد، كانت صبا تاني. يعني انت رد عليك حد وده كان تشابه اسماء مع ضيفه تماماً. كانت موجودة في المبنى، كانت موجودة في العمارة. تماما. الوضع مأساوي جدا، يعني حالي حال آلاف السوريين أو بشمال غرب سوريا، يعني كارثة إنسانية صعبة جدا. تأخرت فرق الدفاع المدني بالوصول بسبب ضعف الإمكانيات اللي موجودة عندهم. الله يجزيهم الخير، يعني إنه قدموا كل ما يقدرون عليه. نعم. لكن ضعف الإمكانات، فرق متطوعة فقط. نحن بشمال غرب سوريا بالأساس هي منطقة منكوبة، منطقة فيها كارثة صحيح. إنسانية بالأساس. أساسا فإجا هذا الزلزال فزاد الكارثة كارثة كبرى جدا. يعني الوضع الخاص، الوضع الصحي دلوقتي، يعني احنا عارفين انه في مشكلة في البنية الأساسية وفي مشكلة في الخدمات الطبية. الوضع الحالي في البلد ازاي؟ وضع سيء جدا. يعني اليوم ما في غير فرق الدفاع المدني عم تعمل. يعني مثلا مثل انا هون في عندي كان شارع نازل فيه ما يقارب 8 أبنية سكنية أو 9 أبنية سكنية، من ضمنها 6 مأهولات. كان هاي الأبنية عم يشتغل فيها فقط باجرين وتراكس، يعني حرام يضيعوا، يصيح حدا من قلب من تحت هاي الأنقاض يتجهوا باتجاهه، يرجع يصيح حدا من تحت هاي الأنقاض يرجعوا يتجهوا باتجاهه. يعني الوضع كارثي جدا. المشافي مليانة، المشافي هي في الأساس مشافي ميدانية عم تخدمها منظمات إنسانية. يعني ما فيها المشافي الاختصاصية، خلينا نقول هل عم بيقدموا كل طاقتهم، عم بيقدموا الأطباء اللي متواجدين في سوريا. الوضع كارثي جدا، يعني بحالة يرثى لها تماما. لليوم ما في يعني تركيا وقدرتها وقوتها ودولة قائمة طلبت المساعدات الدولية. كمنطقة نحن منكوبة، يعني لليوم ما في، يعني في بعض التحركات حاليا الدولية، يعني عم نسمع المفروض أخبار، وفقا للي فهمناه ووفقا للمعلومات اللي عندنا انه بدأت بعض التحركات فعلا بخصوص انه يبقى في تخصيص لمساعدات ومحاولات وصول بعثات انقاذ لسوريا تماما للمنطقه يعني. بس المنكوبه اليوم تحديدا الكارثه في الشمال السوري. تماما، اليوم الكارثه اليوم صار عمرها تقريبا ما يقارب ال 40 ساعه او 44 ساعه. بعد 44 ساعه انت شو متوقع من الناس المتواجدين تحت الانقاض؟ يعني هاي يعني هاي الاستجابه للاسف الشديد، يعني شديده الصعوبه، استجابه متاخره شديد جدا. الصعوبه. قل لي استجابه متاخره جدا. صحيح. يعني الناس، راح احكي لك على منطقتين اساسيات، هي حارم
وجنديرس هي مدن صغيره موجوده متواجده بشمال غرب سوريا، يعني الناس عم تحفر بايديها، عم تحفر بالمعاول، ما بعرف انتم شو بتسموها عندكم بمصر، بالقزمات نحن بنسميها، بالمعاول وبايديها بالرفش تماما بايديها. الدفاع المدني متواجد، عم بيحاول يقدم خدمات، الناس تبرعت بي 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 يعني المتعهدين او التجار تبرعوا بالمعدات الموجوده هي الناس عندهم. الناس لكن دون الناس الناس بتبات فين؟ الناس بتقضي الليل فين دلوقتي؟ هلا حاليا والله يعني الناس، يعني نحن بالاساس هون نحن متواجدين بمخيمات على الشمال السوري على الحدود السوريه، وحالات امطار وفيضان، يعني كانت الناس بالمدن نوعا ما ساكنه بالمدن شوي مرتاحه، هلا بتطلع هون بالشوارع بتلاقي الناس معظمها متواجده بسياراتها بالمناطق هذا ضمن الحدائق، يعني انتصبت خيم. هلا صار في اشاعه او في يعني حاله ما بنعرف اذا هي فعلا حقيقه او لا، لكن حقيقه انه في اشاعه هلا حاليا عم بيقولوا 12 للوحده في هزه، لا ممكن تطلع تلاقي الناس بالشوارع كلياتها، يعني الناس صار في عندها خوف ورعب من موضوع الاهتزاز اللي صار او الزلزال اللي صار، حجم الكارثه مرعب جدا. ربنا يقويك يا محمد، ربنا يقوي الناس كلها، يعني ربنا كتب لهم عمر علشان يعني يستمروا، مع الأسف الشديد إنه راجل زيك عيلته كلها بقى لله. الواحد بيبقى عاجز عن إنه يلاقي كلام، مش شرط إنك بتشتغل مذيع إنك تبقى بليغ في الكلام في لحظة زي دي. شد حيلك، خلي بالك من نفسك، قول لنا حواليك حد معاك، أنت معاك أي معرفة، معاك أي حد من معارفك من أصدقائك؟ نعم متواجدين الحمد لله، يعني هون الناس كلها لبعضها، يعني للأمانة الحمد لله. رح أحكي نقطة كتير مهمة، الشعب السوري والشعوب العربية بشكل عام والشعب السوري بشكل أخص، في عنا نخوة غريبة جدا، يعني الناس بحدود الأربع ساعات صحيح عمليات الأسد للإنقاذ تمت بإيدين شباب بسيطين، شباب تطوعوا ليكونوا تحت خطر أبنية منهارة تماما لحتى ينقذوا هاي الناس. ما هو إحنا يعني إحنا الناس الناس لبعضها زي ما بنقول، الناس لبعضها زي ما احنا بنقول في مصر. الحمد لله رب العالمين، كل الشكر لكم لشعب مصر الطيب ولمشاعركم الصادقه، نتمنى ان شاء الله تعالى الله يفرج علينا يا سيدي. ما بين الاخوان ما فيش شكر، ما بين الاخوان ويعني رحمه ربنا بينا، انه زي ما انت بتقول انت برضو في وسط الناس اللي موجودين معاك وما بيسيبوكش، واحنا هنفضل نتواصل معاكم جميعا، سواء انت على مستواك الشخصي او من خلالك وكل الناس اللي بيمروا بالمحنه. شكرا جزيلا يا محمد. صديق الغالي، يعني الله يكرمك صديق الغالي، شكرا كثير لكم، بس يعني حالي حال الالاف المئات صحيح الالاف الاسر اللي فقدت حالها بالكامل. صحيح فكل الشكر لكم والحمد لله رب العالمين. مره ثانيه البقاء لله، البقاء لله محمد شاور. الحمد لله الله يكرمك.